وللحديث عن أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا والتحذيرات الأوروبية منه وسط تواصل الأزمة الأوكرانية، معنا من بروكسل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم. بعد الإعلان عن محاولة انقلاب مزعومة في ألمانيا، هل يمكن فعليا تحول أوروبا إلى ساحة مفتوحة للانقلابات العسكرية والصراعات الداخلية؟ أولا تحية لكم والأخوة المشاهدين ولقناتكم الكريمة وطاقمها الكريم. حياك الله. طبعا هناك مخاطر، لا ينكر هناك مخاطر بصعود اليمين المتطرف. طبعا اليمين المتطرف هو مفهومه أو فكرته هو عملية عرقية وعملية ثقافية، يعني هو لعملية هو يفكر أن هناك تهديد للأصل الأوروبي أو للعرق الأوروبي النقي كما يقولون، وهي تهدد. والهجرة أحد أسباب ظهور هذا الحزب العنصري المتطرف، وعملية أساسا هي عملية شعور الأوروبيين بعملية تهديد للهجرة المكثفة أو عدم تقبل الثقافات القادمة إلى أوروبا. مثل أولا هي عرقية ووطنية وأصلية، وثانيا هي الهجرة إلى أوروبا أصبح كما نلاحظ هناك عدم تناغم، عدم تقبل للثقافات الموجودة في أوروبا بشكل عام. يعني اليمينيون المتطرفون باتوا واقعا في العديد من الدول الأوروبية، على رأسها إيطاليا، السويد، اليونان، فرنسا، إسبانيا والنمسا ودول أخرى. هل تعتقد أن لهذه الأحزاب اليمينية أرضية شعبية وسياسية؟ طبعا هناك أرضية، طبعا أنا لا أنكر هناك أرضية، ولكن هذه الأرضية نتجت عن طبعا عن فئة معينة، فئة أصبحت يعني أصبحت تلاحظ هناك أو تعتقد أن هناك تهديد لثقافتها، تهديد لعرقها، تهديد لأرضها، تهديد بعملية. وخاصة الآن العداوة ليست مستقرة كما تفطم على المسلمين فقط، ولكن هناك عداء للسامية، هناك عداء أيضا لليهود، عداء للإسلام وما يسمونه إسلاموفوبيا، هناك عداء أصبح لكل الثقافات التي تأتي إلى أوروبا بشكل عام. يعني وما حصل في ألمانيا منها، وهي حركة نازية، يعني اسمها مواطنين ريخ، يعني مواطنين الريخ الألماني أو ما يعود إلى هتلر. يعني وهذه يعني حركة منذ 2021 تقريبا بدأت تنضج في أوروبا، في ألمانيا حصرا بدأت تريد إعادة الإمبراطورية الألمانية السابقة، تريد أن تعود إلى مجد ألمانيا وإلى صفاء العرق الألماني وإلى التعاون مع الحلفاء، ومن بين هؤلاء الحلفاء يعني روسيا أعلنوا أنهم من الحلفاء الذين فازوا في الحرب العالمية الثانية هم روسيا. ولا أستبعد أن يكون هناك تمويل روسي لهذه الحركات المتطرفة الموجودة في أوروبا عن طريق المخابرات الروسية أو عن طريق ما له علاقة بروسيا. تكلمت عن الحركة الانقلابية في ألمانيا وقلت أنها تتبع الرايخ الألماني، هل هنالك قبول شعبي لهذه الحركة أم لا؟ طبعا لا ننكر هناك من إلى الآن يحافظ على النازية، هناك النازية الألمانية إلى الآن موجودة في ألمانيا، وأنا كنت بألمانيا ولاحظت بعد هذه، هناك الحركة موجودة ولكنها لا تشكل الفقرة الأساسية أو العضو الأساسي في المجتمع الألماني. هم يعني فئة تحاول تمكينها، تحاول الضغط على منطلق فكري محدد، وهو فرق منطلق فكري ومنطلق عرقي أصلي، أن الألمان هم، أن هناك تهديد للعرق الألماني، أن هناك تهديد للثقافة الألمانية، أن هناك وهي تضغط على هذه وتكسب الثقة وتكسب التعاطف من خلال هذا ما تقوم به. هذا هو برنامج بشكل عام في أوروبا، برنامج الحزب المتطرف. يعني إلى أي مدى يمكن القبول اليوم بتحالفات الأحزاب في المعارضة في هذه البلدان مع أحزاب اليمين المتطرف، وإلى أي مدى يهدد هذا الأمر أوروبا بنفسها؟ طبعا كل يسعى الى مصلحته، طبعا المعارضه لها، اذا تطورت الامور بين الحزب المتطرف والمعارضه هناك طبعا مصالح بالصعود الى السلطه. يعني
يعني لا يهمهم هذا، يتبعونها طريق فقط للصعود الى العود الى السلطه وامتلاك الحكم. هذا ما يعتقدونه. والمعارضه تضغط على هذه المعارضه، ليست لا يهمها المتطرف او غير المتطرف، المهم ان تكون في قمه السلطه. يعني هذا هو ما يطرح فيه. والمتطرف يستخدمونه احيانا، يستخدمونه للتعاطف مع الشعب، للتعاطف مع العامه، مع الفقراء، على الأكثرية الذين ينضمون إلى الأحزاب المتطرفة في أوروبا. هم فقراء أوروبا. هناك المعدومين، هناك المتقاعدين، هناك يعني الفئة هذه فقط هي التي يستطيع الحزب المتطرف أو الحزب أو المعارضة يستطيع تشويش أفكارها أو عملية استجابة، عملية جذبها إليهم بشكل مباشر. أنت أشرت إلى إمكانية دعم روسيا إلى الحركة المتطرفة في ألمانيا، لكن هناك اتهامات لروسيا بدعم تسنم الأحزاب المتطرفة الحكم في أوروبا. كيف أسهمت الحرب في أوكرانيا بتعزيز قوة اليمين المتطرف في أوروبا؟ وهل يمكن تحميل موسكو المسؤولية لوحدها؟ طبعا الحرب بأوروبا لم تساعد. يعني هنا يعتبروا الأوكران، يعتبرونهم هم من أوروبا، يعتبرونهم أوروبيين ولا يعتبرونهم. ولكن روسيا استفادت من هذه للضغط، فقط للضغط على هذه الفئة المتطرفة، دعمتهم. وهناك توقعات، وهناك يعني هناك تقارير استخباراتية كبيرة جدا، وتقارير استخباراتية أوروبية حتى ألمانية صرحوا أن هناك، ونحن نعرف بشكل كبير أن ألمانيا هي مرتع للمخابرات الروسية بشكل كبير. أي في لحظة عندما كانت ميركل تحكم هناك، يعني أصبح أرضية خصبة جدا للمخابرات الروسية في ألمانيا، وتوسعت بهذه بكل أوروبا بشكل عام، وأصبحت تدعم الحركات المتطرفة. طبعا هناك يعني بالنسبة للحرب بأوكرانيا لا 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 يمكن أن نقول أن الحرب بأوكرانيا هي سبب في ظهور الحزب المتطرف، لا، لأن أوكرانيا تعتبر دولة مسيحية وليست إسلامية، والأحزاب المتطرفة في أوروبا هي ضد العرق المضاد للمسيحية. يعني هم يعتبرون أنهم هم حماة المسيحية، هم حماة الصليب، حماة، وعلى الأساس هذا هم. فلا، فأوروبا بالنسبة لأوكرانيا تعتبرها بشكل كبير. ملاحظ هذا بروكسل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل، كنت معنا عبر سكاي في بانوراما الرافدين. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في البانوراما. أهلا وسهلا بك.